ودي من أجل الحج. نعم. حسين إرشاد كان إسلام الجديد مع كرافات. وإجا في داخله دكتور علي شريعتي وبدأ أن يحكي عن إسلام الاشتراكي. إسلام جديد. وكل المجاهدي خارق والأنظمة الماركسيستي كفدائيين خارق كانوا تلاميذ أبو شريعتي. أبو شريعتي الأستاذ محمد تغي شريعتي. لأن أمير بارفيز بويان، مسعود مجيد أحمدزاده الذين أسسوا منظمة فدائي خلق ماركسيستية كانوا تلاميذ أستاذ محمد تغي شريعتي. نعم. مسعود رجوي والآخرين كانوا تلاميذ أستاذ محمد تغي شريعتي في مشهد، واسم منظمته كان نشر الحقائق. نعم. يعني ولكن هؤلاء جميعا يطلق عليهم تيار المرحوم الخميني بأنهم منافقون، وقد جرت تصفيتهم بعد الثورة. بعد الثورة. لماذا الثورة. لماذا جرت تصفيتهم بعد الثورة؟ لا قبل. هل لأنهم هم يمثلون تيار علماني جديد في الإسلام، أم لأنهم لا يريدون الشراكة مع تيارات يسارية؟ برافو. في بداية الثورة، حتى قبل الثورة، كل رجال الدين يتابعون خميني كانوا مع فدائيين خلق ومع مجاهدي خلق. أنا شخصيا مرات رحت عند السيد علي خامنئي في بيته أو في مسجد كرامت. نعم. مسجد تبعه، مسجد تبعه ومكتبي 200 متر. مرات عندما كنت أروح عنده، هو كان يخرج من جيبه إعلانات من مجاهدي خلق وكان يأتيني. وحتى آيت الله منتظري والآخرون كانوا يكتب ويقول أن بإمكانكم أن تدفع مجاهدي خلق. فلذلك مجاهدي خلق حتى انتصار الثورة كانوا مع أنصار خميني. نعم. وقبل أن نذهب لكيف جرى تصفيتهم، كان هنالك أيضا تيار ماركسي شيوعي سوفيتي، هو الحزب الشيوعي، حزب تودة. أي دور لعبه هذا الحزب في أحداث الثورة؟ حزب تودة، سيد الأستاذ سلام مسافر، حزب تودة كما نقول بأن علي شريعتي هو معلم الثورة الإسلامية، حزب تودة معلم والأستاذ للتجدد تغيير والتنظيمات في إيران بعد انقلاب في موسكو. لأن حزب تودة من بداية كان حزب مثقف شيوعي اشتراكي علماني. نعم. من بداية. لكن في الثورة الإسلامية، لأن هذا كان عجوز والمهمة خلاص، فلذلك أخذوا إلى سجن الأستاذ إحسان طبري ونور الدين كيانوري، وهؤلاء الناس صاروا مسلم في السجن، قالوا نحن مسلمين والإمام خميني إمامنا. هذا موجود موجود. نعم. فلذلك هذول، ولكن مع ذلك هذا لم يشفع لهم. لا لا لا، لا جرت تصفيتهم. طبعا تصفية تماما، لأن هذا الشيوعية وهذا رجال الدين بتهمة تدبير انقلاب عسكري. طبعا طبعا، هذا وهذا ما كان مرتين ثلاثة خمس مرات منذ تأسيس حزب تودة كان عندهم مشاكل، لأنه كان يقول حزب تودة يشتغل من أجل الروسية. يعني جاسوس. أوكي. رجال الدين، ولكن للأسف الشديد موسكو لم تدافع عنهم، تركتهم للأقدار، لأن كان لديهم للموسكو كان أشياء أغلى من حزب تودة، مصالح مع إيران. لا، أشياء، أشخاص. سيادة السلام مسافر، أنا أقول لكم اليوم. نعم. من هم هؤلاء الأشخاص؟ موسكو كان عنده بعد مجاهدي خلق، لأن من مجاهدي خلق وبعد فدائيين
بعض من فدائيين، لأن بعض من فدائيين حتى الآن يشتغلون مع الخميني، بعض فدائيين. ولكن موسكو ربح أن يأخذ الناس من داخل رجال الدين، من داخل رجال الدين. إذا اليوم